ضمن الجولات التي يقوم بها فريق من التلفزيون الوطني التالية حول مختلف المواضيع، فاختلط اليوم الزميل عباس بكر مصطفى على الطباعة والنشر. الكتاب هو أحد عناصر الثقافة وتثقيف عقل الإنسان في مختلف المجالات، لذا فقد بذل المؤلفون التشاديون جهودا مقدرة في تأليف الكتب، ولكن في تلك الفترات الماضية لم يتم إصدار وطباعة هذه النسخ في البلاد لعلة عدم وجود دار الإنتاج والطباعة بنوعية أفضل. أما الآن فهناك دار الإنتاج والطباعة بنوعية وجودة عالية، مما يمكن المؤلفين إصدار ونسخ أكبر عدد ممكن. هذا ما جاء على لسان رئيس جمعية مهني الطباعة والنشر. الناس دول دخل يجوا علينا مستعدين نسوه، زي ما قلنا زمان عندنا ناس اترانجية كتير كلهم مشوا، شادي هسا علمنا كهدين كتيرين قاعدين بيشتغلوا، بس للأسف الناس علينا بوجانا بالناس يا هسا كله ما فيهم شيء، وبقولوا شغل لك ودوه يسوي في خارج ده يبقى بوتي ما سي. أول بأول الترانسبور بيجيب لي شغل هني في الدوان كله بتان بيجي سي، كان بدخله بيساكت كله كان سوى كي كله ما يقدر يبقى بوتي من هنا هذا. وزي ما قلنا الكاليتي ده، الكاليتي ده هناك كان سوى كي أكتر ناس ما يقدر يجيب الكولور. من ناحية أخرى، طلب رئيس جمعية مهني الطباعة والنشر من المؤلفين إقبال نحو دار الإنتاج والطباعة الموجودة في البلاد. المطبع ده يسي كل شيء، شفته ده ليفر ده ها؟ أنا كيلو كيلو ده نحن قدرنا سينا زيادة من 60,000 حبة، شفته ده مطبع عجبه قدر سوا. عندنا بدون ده شيء تاني ده كله بعرب وبفرنسي كله يقدرنا عملنا كثير. عندنا زي ما قلنا أقوام كثير، هذا كان حكومية كله قدرنا عملنا منا، كان ده كله شفته ها سوينا هني. وأنينا عندنا ليفر كثير قدرنا عملها وقاعدين نسوبه، نادم كان سبي عند خوام ليفر قدر سواه، ولا عند بروشير ولا ناس الجورنو بعد منهم قاعدين نسوه، خلي يجي والحمد لله أنينا إن شاء الله نشوفه عليه. من المؤكد بأن تشاد تمتلك عددا من المؤلفين، ولكن لمراعاة أهمية الكتب يجب على القراء والمؤلفين تضافر الجهود، كما أن الكتاب هو ما يسرد ثقافة وتاريخ المجتمع، وهو المسلك لتطوير الجوانب الاجتماعية والثقافية للإنسان. قدم الفنان التشادي جون كريس ألبومه الجديد للجمهور الذي جاء تحت عنوان دين نوروي. أغاني الألبوم تحمل قضايا اجتماعية وثقافية وأخرى تراثية. عباس بكر مصطفى. الفنان جون كريس يصدر ألبومه الجديد تحت عنوان نافنت نوروي، تعني تحمل عقبات الحياة، وأن هذا الألبوم يتكون من 15 عنوانا فرعي تناول فيه حلحلة القضايا الشبابية ومشكلاتهم وغيرها من المشاكل. وبعد سرد سيرته الذاتية من قبل المنتج بولين بيستون، قال بأن جون كريس ميال للأعمال الفنية منذ نشأته، وبعد تلقي التدريبات والتوجيهات في مجال الفن ها هو اليوم أصبح مشهورا على المستوى الوطني في مجال الفن. الفنان جون كريس أضاف بأنه بدأ أعماله الفنية منذ عام 2012، ها هو اليوم استطاع إنتاج وإصدار ألبومه الجديد، وهذا يعتبر إنجاز لمهاراته الفنية لنتيجة 4 سنوات في مجال الفن. بهذا الألبوم الجديد ننهي معكم هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.